أهلا مرحبا بكم وصباح الخير، ومرحبا بكم ألف كل اللي بتابعونا جوا وبرا السودان، وتحية لكل أصدقاء صباح البلد اليوم الجمعة، بالذات الناس اللي بيجتمعوا فيه حوالين الشاشة عشان نتلاقى ونستمر ونتفاكر ونتونس ونشوف أخبار بعض ونشوف أخبار البلد، كمان البلد القنا والبلد السودان. تحية لكم كل الفريق العامل الليلة اليوم الجمعة، و هنتكلم عن موضوع يمكن في الفترة الأخيرة الناس كلها هي شاغلة، ومش منطقة الجزيرة بس أو ولاية الجزيرة، منطقة المناقل كمان، الولاية الشمالية، ولاية نهر النيل، وكل الأماكن حتى في الخرطوم في بعض المناطق اللي هي اتضررت. بنركز على منطقة المناقل لأنه هي أكبر الضرر كان فيها، وحنتكلم عن الجانب الاجتماعي وكيف تتضافر الجهود عشان نقدر نعدي الأزمة دي زي ما قدرنا مع بعض إننا نعدي غير